أقول عسى ما حد ينسانا من 4 ملايين ملايين، لأنه جيهنا وجي خير عليه عليه. ومن حضر القسمة يا شباب فليقتسموا يقتسموا. صحي لسانك، مرحبا أبو، حي الله الشيخ عامر، تفضل طول الله عمرك يا ابوي. افتح لك مطعم بخاري، ما انتو فرموزه كبيبه زي اللهب. وش ما انتوها انت الا ناخذنا قطعه ارض بذا ونزرعنا خل وما صنع تغليف. ما عليك منه يا عامر، اسمع كلامي، افتح لك لاونج في التخصصي وجيب لك احلى فنانين. يا عيال في مباراه اليوم؟ لا يا ابوي. اجل من ذولي؟ هلا والله عالحداد يا كبير انت. سلامات سلامات. المفروض باثريوت فوق المركز الاول وربع بنطامي فرحانين بالفوز. مبروك مبروك، تستاهلون. مبروك مبروك مبروك، تستاهلون يا عيال. جو التحديات عندهم البطل، انا قررت ادخل معهم واخذ لي واحد مفروض. بس يا عامر حنا يبيلنا واحد يفهم ذا الامور، تراها يا شباب يعني بعاليم هي الدجاج. اف عليك، وين راح كفته ابو الكفاتي؟ يا حبيبي كفته هو راعي نظر. اسالها وانا بالمكفت. اتحداك يا ابن مكفت. هذا حاشي؟ أما عاد حاشي يا كفتة، عطنا العلم، هي تصلح ولا ما تصلح؟ أقول يا كفتة افحص زين، لا تنكبنا، تراها فلوس. كم وزنه؟ وانت بتودي للمقصب أولاه بعد يا رفقار وقويصر بالكاتب. هب كنتوا جايين تشترون ولا تستابلون؟ إذا ما معكم 700,000 ريال ولا الخلاء. سلامات يا أبوي، والله لو أنها جايب لك زز. هبك ما تدرون وين بالفيه، هذا القعود على بارود بن صاهود بن جلمود. لا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، مبين عليه ولد أصول، أدب، رزة وبراطم. يا ناس عليه يا أستاذ. ولد بارود هذا إيش اسمه؟ ما بعد سميته، واللي بيشتريه يسميه مجلعت، وانا اللي بشتريه علشان تعرف انه ما انطقطق. هذا اكيد احد مرسله من نفسينا. ما حقيت والله يا ابو قبلان، هذا واحد يدربي راسه ولا يدري وين ربه حاطه. هذا شكله من الحذران اللي ابوه يعطيه دريهمات وقال روح تمش في الصياد. هب يا الحذري، ما لقى يتمشى اللي عندي هنيه، لكن هين تمشيته هذه بتخليني يمسك ثم بسمع على علبه. اوريك يا ابو الاغابيب. يا عيال ذا وراه تاخر، الشمس بتغيب، نبي نروح نريح. بشركم يا عيال نقلت الملكيه الحين. يا عامر انت شاري ندينا ولا القعود؟ لا شاري القعود، بس ترى الاجراءات مو بسهله، في شريحه بيانات تنقل المعلومات كلها حقت المالك الاول وتجي لي. يا الربع لقيت لكم اهل القعود، شباب طيبين ودقاق ورقاق وحلا. من معي؟ انا عامر. من وين؟ من حي السلي. ونعم. وين؟ سكوش جده حي الهندويه. كفتة رأي نظر من الجرادية. ياسر من الشفا. تركي من أم الحمام. صالح من القصيم. خذيت المفروض وسميته مجلعد وبتحدى فيه بالمفاريد، ويا بعزها ولا بعزاها؟ لا والله في عزاها، في عزاها إن شاء الله. كوفو يا راعي مجلعد، ترى المنافسة حامية وأشوفك واثقة من نفسك. بالله واثق واثق ومن تفخ رأسه، لكن الرأس هذا الله ما ينسمه غيري أنا. أثق بالله أولاً، ولكن فعولنا في الميدان، واللي في راسه شيء يجي للميدان. تحسي وتعقب؟ إن شاء الله هني لفرك هشمة. يا أبو قبلان يا أخوي ربعت، يالله يربعك. وش علمك؟ هالمعذر هالمعذر، يقولون عنده واحد راعي نظر هو اللي اختار له القعود. راعي نظر؟ هلا هلا الله يملينا. شفته هذا وخياه اللي معه، والله يا زول ما هو زول ناس يبين يجيبون واحد راعي نظر، لكن نكمحهم راعي نظر. وش اسمه؟ اسمه كفته يا ابو قبلان. جا
فعلا والله يكفي تهشر خال كفته. عال عال كفته تعيد تعيد، هلا في سلام عري تعيد. وكذا هو هذا طاوي الجوع، هذا يدور العيشه. ما هو جوا الواحد طال عمرك يدور بالومزاين، لكن هين هين يا ريجيل. الوعد الميدان، الميدان يا حليدان.